دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى مواصلة الحوار البناء بين مختلف الأطراف الصومالية بشكل يعزز من الوحدة الوطنية في البلاد ويفضي إلى توافق وطني عريض لإجراء الانتخابات المؤجلة في أقرب فرصة. جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط وزير الخارجية الصومالي، وأوضح بيان صادر عن الجامعة أن اللقاء تناول مجمل التطورات على الساحة الصومالية والجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عملية التنمية والتعافي الاقتصادي في البلاد، إلى جانب بحث الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية دعما لمؤسسات الدولة الصومالية لتمكينها من تجاوز التحديات. Expensive for the last two decades or so. Yeah. Yes. Yeah, so it took us only a few minutes. Let's see the action. Where are you? So they provide certain facilities for people.